السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على مصنع تركيب الشاحنات من نوع دايو والمتواجد في ولاية شلف، وهنا واللي يعد أكبر مصنع في صناعة الشاحنات بالجزائر، وثاني أكبر من ثاني دولات في أفريقيا تنتج هذا النوع من الشاحنات. ويعني بغض النظر عن المصنع الثاني اللي راه مزمع إقامته في ولاية باذنة اللي يتعلق بتركيب شاحنات من نوع هونداي، إذن المصنع هذا الموجود في الشلف كما نشاهد يستعمل أحدث التقنيات في تركيب الشاحنات. هو من التركيب هذا من نوع فولسيكادي، يعني معناه تركيب كل أجزاء الشاحنات. فيه كما نشاهد العمال كلهم جزائريين، والشاصي هنا نشوف الشاصي كيف هي تركب. يعني ما جات تنفخ العجلات كما يتكلموا البعض، يعني هكذاك بدون ما يعرفوا يعني حقيقة طريقة التركيب. هنا نشوفوا لي كما نشوف اللي هنا اللي رفواديسور اللي هنا يتع الشاحنات، وهنا نشوفوا المحرك يركب يعني كمله هذا الرادياتور نتاع الشاحنة. شوف الرادياتور كيف يتركب، وهذا المصنع هذا ينتج 2800 شاحنة في السنة في نوع دايو بجميع الأحجام. كاين نوع 10 حمولة 10 متر مكعب، وكاين 12، وكاين حتى 18 متر مكعب تاع حمولة تاع الشاحنة. اذا نشوف هنايا عملية نقل الشاصي تاع الشاحنة، ولاشين دو مونطاج يعني واضحة. حتى يعني بعض الناس يقول لك العملية تاع التركيب هذه شغل سهلة، شغل نجوي يجي لعبة هكا تجي تركبها وصاي. الناس التركيب هذا الشاحنة فيها سيستم كومبليت تاع الكنترول تاع كل ما هو في الشاحنة، وعندها نورديناتور داخل، كاين دي ميموار، كاين سيستم إلكترونيك داخل، كاين أمور كثيرة وتطلب تطلب يديروا عملية نتاع ديزيسي أثناء عملية التركيب، يكون فيها ديزيسي ويكون فيها أمور كثيرة، يعني مش سهلة يعني باش تطلب تكنولوجيا، وكان مهندسين وإطارات مشرفين على عملية التركيب هذه، مش سهلة يعني. راهي تكنولوجيا قائمة بذاتها، وإحنا عايشين في عصر العولمة، المصانع الآن أصبحت تروح في الأماكن اللي كان يد العاملة موجودة بأرخص الأثمان. إذن هذا شوف هنايا، نلاحظ هنايا عملية التست نتاع الأورديناتور دو بور، شاحنة ما هي شاحنة تاع بكري تاع عام تقيوس. وهنا نشوف عملية نتاع فيها ديزيسي نتاع لا كاليتي نتاع السيستم ديكليراج، كما نشوفوا ليزيسي دي طونشييتي هنا، هنا نشوفوا ليزيسي دي طونشييتي نتاع الشاحنة. كاين امور كثيرة، لكن الاعداء نتاع الجزائر يريدون احباط المعنويات نتاع الاقتصاد نتاعنا وتاع
رجال الأعمال نتاعنا وإذا ويجي يخلقوا البلبلة وعدم الثقة في المستثمرين وكذا. إذن نستمر في عملية التركيب وجلب مصانع التركيب في كل الميادين بدون ما نخجل من العملية هذه، لأن الدول كثيرة راهي تجري وراء هذا النوع من الاستثمارات. وأنا أشوف عملية نتاع الفيريفيكاسيون، التحقيق من كل المواصفات نتاع الشاحنة والتست نتاع الامورتيسور، تاج دو فريناج، أمور كثيرة. فإذن هي مام العملية نتاع التركيب نتعلمو بزاف حوايج. أولا عندنا فايدة في نربح كتير في لو سيرفيس أبري فونت، في الصيانة نربح كتير في أمور الصيانة، نتعلم الصيانة تاع الشاحنات، وكذلك نربح في السعر. هي نورمالمون نربح في السعر، لأن الشاحنة كتجي في الباخرة في الترونسبور تجي مركبة ولا تجي أون بياس ديطاشي ماشي نفس السعر، ماشي نفس السعر، نربح في السعر نتاع النقل. وسيد بزيادة كاين عائلات، مئات آلاف العائلات راهي تعمل وتنتج وتعيش من هذا اليد العاملة اللي راهي السلام عليكم.